الأكوار. التواصل المستمر وينطلق الشوط الثالث عشر ونتابع وإياكم في هذه اللحظات اندفاعات هذه الأصايل. نتابع في هذا الانطلاق والاندفاع مع المراكز الأولى المتقدمة ومباشرة مع الشعار الأدعم هنا شعار هجن الشحانية وبانطلاقة هنا طيش لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هنا أيضا من يقدم لنا طيش أحد شبابنا المبدعين في عالم التضمير. هنا نشاهده الشبل من يقدم لنا طيش بينما النقل على المركز الثاني. نتابع هنا قدوم ووصول في هذه اللحظات من شامة لهجن أم الزبار ومع المحنك بن سلامة. هنا عبد الله أيضا من يرافق أيضا اللي هي شامة بينما المركز الثالث نتابع الوصول. هناك من جولات على المركز الثالث اسمها حاضر في العام الماضي هنا سجلها مليء بينما هنا جولات لهجن أم الزبار عبد الله بن سلامة الهاجري مع المركز الثالث من يتابعها بينما المركز الرابع والوصول وصال لهجن أم الزبار جابر بن نجم المري المركز الخامس. نتابع الوصول من تحذير يا سلام هذا الشعار شعار هجن الشحانية شعار البرنس الذي قدم لنا في هذا المساء كل جديد النقاط المتتالية. هناك نشاهد في هذه اللحظات قدوم تحذير مع المركز الخامس. يا سلام شوفوا الخماسية على المقدمة وعلى الصدارة. هنا كوكبة جماعية من هذه الندر المنطلقة بهذا الشعار ونشاهد ونستمتع في هذه اللحظات بينما أرى التسلل والانطلاق والاندفاع من الجانب الأيمن. نشاهد هناك وصال لهجن أم الزبار بقيادة جابر بن نجم المري ولكن شوفوا تحذير اللي بدأت بالتحذير مبكرا بهذا الانطلاق بالاندفاع نشاهدها ونتابعها وغيرت إلى المقدمة. نتابعها في هذه اللحظات لهجن الشحانية وبرفقة البرنس جار الله بن عقيل المري يطمح لتحقيق النقطة الثامنة. يا سلام بهذا الاندفاع هنا في هذه اللحظة أيضا يطمع لأيضا تحقيق الدبل هاتريك هنا في هذه اللحظات. وهنا في هذه اللحظات المركز الثالث نشاهد الانطلاق مع شامة لهجن أم الزبار بقيادة عبد الله بن سلامة الهاجري المركز الرابع جولات هجن أم الزبار وبمتابعة عبد الله بن سلامة الهاجري أيضا اسم جديد ينطلق في هذه اللحظات ويندفع برفقة هنا مع طلة لهجن أم الزبار وبقيادة بن صرير مبارك. هنا من يتابعها في هذه اللحظات مع الخمس المراكز المنطلقة المندفعة نتابع هذه الندر. نتابع هنا في هذه اللحظات مع التفافنا إلى المنعطف الأخير ونعود إلى التغيير اللي جرى وطرى هنا مع شامة غيرت هذه اللحظات لهجن أم الزبار وبقيادة عبد الله بن سلامة الهاجري بينما تحذير في الوصافة لهجن الشحانية وبرفقة البرنس جار الله بن عقيل المري ولكن شوفوا وتابعوا جولات غيرت استلمت زمام الأمور وانطلقت بأداها وتميزها في مقدمة الشوط بهذا الاندفاع. نتابع في هذه اللحظات شوفوا شعار هجن المرقاب وقدوم هناك في هذه اللحظات باندفاعة في لهجن المرقاب بقيادة حمد بن علي بن حلفان المبدع هنا يصل مع في ولكن نعود هناك أيضا أسماء قادمة هناك أسماء مندفعة ولكن نعود إلى جولات لهجن أم الزبار وبقيادة عبد الله بن سلامة الهاجري بينما في لهجن المرقاب وبقيادة المبدع حمد بن حلفان المري والمركز الثالث من الجانب الأيمن. تحذير من الجانب الأيمن لهجن الشحانية وبقيادة البرنس جار الله بن عقيل المركز الرابع. هناك طلة مع هجن أم الزبار ولكن العودة إلى جولات ولكن تحذير 400 متر الأخير وتحذير لجميع المشاركين أن البرنس قادم لتحقيق النقطة الثامنة. يا سلام يا البرنس
أبو محمد مع هجن الشحانية يقدم لنا كل جديد 10 على 10. يا البرنس جار الله بن عقيل المري سلام وتحية واحترام بهذا الأداء. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على هذا الأداء والمستوى والأداء المتميز مع هجن الشحانية والأمتار الأخيرة. الله يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن عند الأمتار الأخيرة القرار، ويبدو لي انجولات غيرت، يبدو لي انجولات غيرت عند الأمتار الأخيرة. أيضا هناك دخول الجماعي مع هذه اللحظات، نتركها أيضا للإعادة. بينما المركز الثالث وصلت وعد لهجن أم الزبار وجابر بن نجم، المركز الرابع في لهجن المرقاب مع بن حلفان، المركز الخامس وصلت توجيه لهجن الشحانية بقيادة بن فران. ولكن شوفوا جولات اللي غيرت عند الأمتار الأخيرة، سلام وتحية لهجن أم الزبار. 6 دقائق 15 ثانية، 58 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن أم الزبار، والتهنية موصولة أيضا لعبد الله بن سلامة الهاجري من قدم لنا جولات وانتزعت الناموس. بينما المركز الثاني نتابع هناك تحذير اللي أيضا قدمت عرض تشكر عليه، ويبدو لي أن في خلل فلالي، لكن الناموس أيضا للبرنس جار الله بن عقيل قدم لنا في هذه اللحظات. هناك تحذير لهجن الشحانية، 6 دقائق 15 ثانية، 62 جزء من الثانية، تهانينا وناموس لهجن الشحانية، والتهنية وصولة للبرنس جار الله بن عقيل المري. بينما المركز الثالث وصلت هناك وعد توقيتها 6 دقائق 17 ثانية بدون أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس لهجن المزبار، والثانية موصولة لجابر بن نجم المري، تهانينا والناموس.